هذه كان رأيي والقرار قراركم. نصيحة اليوم فيها ملح، الكثير الكثير من الملح. يمكن تستغربون أن نصيحة صحة فيها ملح، بس هذه الملح ما بنستخدمها في الأكل. استخدامنا للملح اليوم بيكون في وقت التحمم. فرك الجلد بالملح أثناء الاستحمام له فوائد كثيرة، خاصة إذا كان ملح بحر. الملح يحتوي على معادن كثيرة تغذي البشرة إذا فركناها به. في نفس الوقت له مفعول منظف قوي لأنه طبيعي، ويزيل بسهولة طبقة الخلايا القديمة اللي تتراكم مع الوقت وتخلي البشرة تصير جافة وشاحبة. وأهم شيء أنه ينشط الدورة الدموية، يعني يعطي الجلد نضارة طبيعية ويخلي مسام الجلد تتنفس بسهولة أكثر، وحتى يقتل أي بكتيريا موجودة على سطح الجلد. حطي من الملح كمية ملء الكف وفركيها على الجسم بأكمله ما عدا الوجه. ممكن بعد التركيز على فركه في مناطق زيادة الوزن عشان تحفزين الخلايا الدهنية وتنشطينها. يمكن تظنون أن مفعول الملح جاف على الجلد، بس في الواقع هو العكس، لأن المفعول ينظف برقة ويخلي الجلد يحتفظ بزيوته الطبيعية. ممكن بعد تحطين كمية كيلو كامل من الملح في الحمام الساخن وتقعدين فيه 20 دقيقة أو أكثر. هذه لها مفعول تنعيم البشرة بعد، ولكنه أيضا يمتص السموم من الجسم ويساعد في ترخية العضلات المشدودة ومعالجة أي وعكة صحية. الأوليين كانوا يعرفون قيمة الملح زين، أول ما أحد يصير فيه شيء يقولون له روح تسبح في البحر. إذا ما رحتوا البحر خلوا البحر ييكم. هذه كان رأيي والقرار قراركم.